بسم الله Thank you.
التوراة والإنجيل
أفلا تعقلون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي
سيذكر من
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم والسماء وما بناها والأرض وما طحنها ونفس والسماء
نعم.